مبروك مبروك لكل الأهلوية، حقيقة إنجاز عالمي. والأهلي العالمي عموما تريد مارك. امبارح الأهلي بيتجاوز عقبة سياتل ساوندرز كما كان متوقعا. صحيح كنا ماشيين البطولة من أول لحظة خطوة بخطوة، لكن أملنا في الوصول للدور قبل النهائي، الوصول للمربع الذهبي، كان كبير جدا. والأهلوية في انتظار مباراة القرن كما أطلق عليها، الأهلي في مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء اللي جاي. احنا هنعيش معاكم لحظه بلحظه وساعه بساعه في انتظار المواجهه المهمه جدا. في ناس كتير جدا طبعا، بما انه الاهلي هو بطل القرن في افريقيا والريال هو بطل القرن في اوروبا، والاثنين هم الكبار، هم اللي بيتنافسوا على العدد الاكبر من حيث البطولات على مستوى العالم. الريال طبعا الملكي في المركز الاول والاهلي في المركز الثاني، فالمباراه يعني واخده طابع مهم جدا ومميز جدا. انا بالنسبه لي هسميها فرصه العمر. المباراة دي فرصة العمر، فرصة ما بتجيش وما بتحصلش وما بتتكررش كتير، فرصة تاريخية أمام الجيل الحالي من لاعيبة النادي الأهلي أمام مستر مارسيل كولر في تحقيق إنجاز تاريخي، مش بس بالوصول للمباراة النهائية لكن كمان بتجاوز تجاوز الريال في مباراة رسمية في بطولة العالم للأندية. وكل شيء ممكن وكل شيء جايز، والرهان من اللحظة دي على الروح، الروح اللي صنعت الفارق في كل البطولات وفي كل الإنجازات وفي كل الأرقام القياسية اللي هكلم حضراتكم عليها النهاردة أمام الريال يوم الأربعاء اللي جاي. عندي كلام كتير قوي عن المباراة، وعندي كلام كتير جدا عن مكاسب الأهلي من مشاركته في المونديال، وعندي كلام أكتر عن عدالة السماء. وفي الآخر ربنا ما بيضيعش أجر حد ولا مجهود حد اجتهد وحاول واشتغل على نفسه وطور من نفسه. وكلمة أخيرة للناس كلها الحقيقة، أيا كانوا بقى، إعلام رياضي، منافسين، مسؤولين، اتحاد كورة، رابطة أندية، لجنة حكام، لجنة انضباط، أيا كان كل الجهات، الكيان والمؤسسة اللي تفضل دايما رافعة علم مصر ومشرفة مصر ومشرفة المصريين ومشرفة العلم المصري في كل المحافل الدولية، لابد إنها تحظى بكل احترام وتقدير، ولابد إنها تحظى بكل أنواع الدعم الممكن. الأهلي لو موجود في منظومة محترفة خليني أقول محترفة، كان الحقيقة يعني كان مفترض أنه يلقى كل الدعم الممكن. ولكن رغم كل المطبات الصعبة واللي عدى بيها النادي الأهلي، قدر ينجح في تحقيق إنجاز جديد. فكرة أنك أنت توصل مش بس لبطولة الأندية مونديال الأندية، ولا فكرة أنك أنت توصل لمربع الذهب في مونديال الأندية للمرة الخامسة من أصل 8 مشاركات، ده شيء ما يعملوش غير الأهلي. والحقيقة أنه الإنجاز ده كمان بيفضح كتير من الفوارق، بعيدا عن شغل الدجل وبعيدا عن شغل الشعوذه، يبقى الاهلي في المحافل الدوليه وبعيدا عن المشاكل اللي بتحصل في منظومه الكره ومنظومه الرياضه في مصر، قادر دايما على تحقيق الجديد وتحقيق الانجازات طول والاخر امام الكبار وامام ابطال القارات.